اهلا بيكم معانا فيديو جديد على قناتنا قناة اوكازيون دوت كوم على اليوتيوب. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة معانا منتج مميز وهي ارخص سماعة بلوتوث على النت، سعرها حوالي 45 او 50 جنيه على موقع اوكازيون دوت كوم. ده شكل السماعة يا جماعة على الطبيعة، نفتح مع بعض الصندوق ونشوف محتوياتها. تقدر تشتريها عن طريق موقع اوكازيون دوت كوم زي ما واضح قدام حضراتكم ده الرابط، او تفتح جوجل بلاي وتكتب اوكازيون دوت كوم وتحمل الابلكيشن على موبايل حضرتك مجانا، وهتلاقي المنتج تضيفه للسله وتطلبه على الموقع. يلا بينا نفتح الصندوق ونشوف محتويات السماعه دي ايه وكل التفاصيل عن المنتج اللي معانا النهارده. السماعة بيجي معاها وصلة USB اللي تشحن بيها السماعة، ما بيجيش معاها راس الشاحن لان حضرتك بتشحن على شاحن 1 امبير او باور بانك او كمبيوتر او لابتوب. السماعة بتبقى ماجناتيك، السماعتين بيلزقوا في بعض كده انت لابسها بيبقوا لازقين في بعض. الميديا بتاعتها جميلة جدا، سهلة التحكم. الميديا بتاعتها جميلة جدا، 3 زرار بس، زرار بيوطي الصوت وزرار باور في النص بيشغلها ويوقفها، وزرار التوطية فوق او بيقلب الاغاني برضو، زرار بيعلي واللي بيوطي هما برضو بيقلبوا الاغاني اللي قدام واللي قبل كده. لو انت في مكان مفتوح تقدر تجيب معاك على مدى 10 متر، مكان مفتوح اهم حاجة مش مكان مقفول، والصوت ما يقطعش. المايك بتاعها في السماعة نفسها في القطعة اللي فيها الميديا تقدر ترد منه على المكالمات عن طريق زرار في النص، صوتها كمان واضح في المكالمات. زي ما قلنا التحكم عن طريق الميديا، بتضغط على زرار باور في النص ده ضغطة طويلة بيتنور معاك ازرق واحمر لغاية لما تفتح البلوتوث بتاع حضرتك على الموبايل، هتلاقي اسمها بلوتوث ميوزك، هتضغط عليها تعمل اقتران. طبعا في بعض الموبايلات بيبان نسبة الشحن على التليفون زي ما واضح كده 80%، غير ان السماعة نفسها لما الشحن بيقل بتنبهك. كده احنا عملنا اقتران بلوتوث على الموبايل، واقدر اوقف او اشغل عن طريق زرار في النص ده، اقدر اوقف او اشغل اغنية، والزرار التانية بتعلي او توطي الصوت. طبعا صوت السماعات واضح، الموسيقى المفروض شغالة، صوتها عالي وكويس، والمايك موجود فيها برضو كويس. المايك في القطعة دي مش في السماعات نفسها، تقدر ترد على المكالمات او تعلي اصوات من الميديا ديت. صوتها في المكالمات برضو كويس جدا، سماعة مميزة وسعرها يعني يعتبر كلام فاضي، 50 جنيه دي مش او 45 جنيه مش سعر. رابط الشراء هتلاقيه اسفل الفيديو من موقع اوكازيون، وهتجرب قبل ما تستلم وتختار طبعا مصريف الشحن او المكان اللي هتستلم منه. عندنا توصيل مترو، عندنا توصيل لغايه البيت، اي مكان في مصر كل الاختيارات بتاعت الشحن موجوده، تجربه قبل الاستلام. مستني رايكم في المنتج اسفل الفيديو في التعليقات.